نبدأ مع الشيخ صالح لطيوش من قبيلة المغاربة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذا اليوم الطيب المبارك وبمدينة القاهرة العظيمة وباسمي وباسم مشائخ وعيان القبائل الليبية الذين حضروا هنا إلى جمهورية مصر العربية، باسمهم جميعا أحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأحيي شعب مصر العظيم وحكومة مصر، برلمان مصر وجيوش مصر، جميعهم يستحقون التحية والتقدير والاحترام من أخوتهم وأشقائهم أبناء الشعب الليبي بصفة عامة. نحن بصراحة سعداء جدا بمواقف جمهورية مصر العربية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. نحن سعداء بهذا الدعم القوي الذي تقوم به جمهورية مصر منذ سنوات. عندما دخلنا في هذه المحنة كانت جمهورية مصر رئيسا وحكومة إلى جانب قواتنا المسلحة، إلى جانب مجلس النواب، هي الداعمة وهي المتحدثة باسمنا حتى في الجهات الأجنبية وفي المحافل الدولية. كان فخامة الرئيس يتناول ليبيا في أي مؤتمر صحفي، كان يتناول ليبيا ويعيش محنة ليبيا. سيادة وزير الخارجية يتنقل من دولة إلى دولة لا لشيء إلا من أجل حل المشكل الليبي. برلمان مصر المحترم رئيسا وأعضاء وقفوا إجلالا وإخبارا للشعب الليبي من أجل تقديم أي خدمة، وأعلنوا تأييدهم لخطاب فخامة الرئيس في براني، وقرروا كشعب الوقوف إلى جانب ليبيا. هذه الأعمال لا تستغرب على جمهورية مصر وعلى رئيس مصر ولا على شعب مصر. نحن ورثنا عن الآباء والأجداد هذه العلاقات، هذا المصير الواحد وهذا التاريخ الواحد. نحن عندما ضاق بنا الحال أثناء الاستعمار العثماني الأول وبدأ الذبح والشنق والأدمات في الليبيين، انتقلوا قبائل برمتها وأتت إلى مصر، فوجدت الأهل، وجدت الماء، وجدت الأرض، وجدت الأخوة، واستقرت حتى يومنا هذا بجمهورية مصر العربية. نحن أثناء الحرب الإيطالية عندما اضطر الليبيون للخروج من ليبيا لن يجدوا حظ دافي ولا صدر رحب إلا جمهورية مصر وأخوتهم المصريين. دائما مصر هي السند وهي العون للشعب الليبي، ونحن نعتبر مصر هي أم الأمة العربية، ونحن الأقرب إلى صدرها وإلى حضنها لأن نحن جيران، نحن الأصهار، نحن ذوي العلاقة المختلفة حتى مع الدول العربية الأخرى. فبالتالي ما قام به فخامة الرئيس عندما ذكر أن أي اعتداء على ليبيا يعتبر اعتداء على مصر، وأن الأمن القومي الليبي هو الأمن القومي المصري، وأن قوات مصر العظيمة على أتم الاستعداد للوقوف إلى جانب ليبيا وللدفاع عنها. نحن من هنا عرفنا أننا لسنا وحدنا في الساحة، ولسنا وحدنا في مقاومة أو مواجهة الأتراك المستعمرين. نحن مع إخوتنا، ونحن لنا جيوش عظيمة، ولنا خبرات قوية، ولنا دولة عريقة ذات تاريخ عظيم، ورجال عظماء هم موجودين معنا في الواجهة. فبالتالي نحن أصبحنا لا نخشى ولا نخاف
من أي اعتداء أجنبي، لأن أهلنا معانا وأخوتنا معانا وقائدنا الرئيس السيسي معانا، وبالتالي لن نخشى الكلام والتهديدات والكلام الفاضي اللي يصدر. احنا بصراحة سيادة الرئيس والسادة الوزراء، ليبيا يعتبر جزء منها محتل الآن احتلال كامل، يعني الآن المنطقة الغربية طرابلس ومدن غرب ليبيا هي محتلة بالكامل من قبل الأتراك، ولا زالت جحافلهم جيوشهم بوارجهم طيرانهم يعني يأتي إلى ليبيا وينزل في جنوده وفي معداته وفي قواته. هو احتل حتى قواعد على الأراضي الليبية بمساعدة الخونة والعملاء، هم الآن موجودين في ليبيا بالمرتزقة، يعني أكثر من 17-18 ألف مرتزق للأسف من أخوتنا السوريين حضروا إلى ليبيا مقابل المال لقتال الليبيين وقتال القوات المسلحة. نحن لا نتمنى أن نتقاتل، نحن نكره أن نقاتل أي دولة عربية، فما بالك أن نقاتل أنفسنا نحن الليبيين. ولكن فخامة الرئيس، أخوتنا المصريين نحن أجبرنا على 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 القتال من قبل العملاء والمجرمين الذين لا يريدوا مصلحة ليبيا ولا مصلحة الشعب الليبي ولا يبوا ليبيا استقرار. فنحن نؤكد على ما جاء في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأخوتك مشائخ وأعيان القبائل حضروا لتقديم الشكر والتقدير والاحترام لفخامتك، وأيضا هم الآن مباشرة يقوموا بتفويض فخامتك وتفويض الجيش المصري للدخول. عندما تدعو الضرورة للدخول، نحن نعتبر الجيش المصري جيشنا، وزي ما قال فخامة الرئيس يحمل علمنا، واللي في مقدمته شيوخنا، واللي عليه أيضا أولادنا. فبالتالي نحن لسنا بغراب، احنا لا جايبين تركي ولا جايبين أجنبي، نحن عرب نمشي على 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 أرض عربية واحدة وحدود مشتركة مصاهرة، يعني علاقة أبناء عموما كذا نكون، وبالتالي أرضنا واحدة وجيشنا واحد دفاعنا واحد كنياتنا واحدة، ونعتز بأن لنا شقيقة مصر، نعتز بها ونعتز بتاريخها وحضاراتها الضاربة في التاريخ، واللي بالفعل نحن دائما نستفيد منها ونستثمرها لمصلحتنا ولمصلحة كل العرب. حي الله مصر، حي الله شعب مصر، حي الله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حي الله حكومة مصر وجيشها برلمانها، لهم جميعا منا التحية والتقدير والاحترام، ونحن لن نستغني عن مصر، مصر اخوتنا وهلنا. وبالتالي عندما يجونا ما عندهمش فينا جميل، هم زي ما يفزع الجزء من الأراضي المصرية يفزع للأراضي الليبية. فلكم منا التحية والشكر والتقدير والاحترام، وإن شاء الله دائما طيبين. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا الشيخ صالح لطيوش، شيخ كبير المغاربة.